تشارك وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد رانيا المشاط في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. ويعقد الاجتماع تحت عنوان الاستثمار في مستقبل مستدام خلال الفترة من 28 حتى 31 من أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. وتستهدف الاجتماعات السنوية البنك مناقشة تمويل بنك التنمية الجديد للبنية الأساسية والمشروعات المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنز للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر. وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط، والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض. شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى. وأوضح الوزير أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول. وجه وزير الكهرباء محمود عصمت بمنح الشركات فترة زمنية إضافية لتسجيل لدى جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. يأتي ذلك لدعم ومساندة القطاع الخاص وزيادة مشاركته في إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء. من جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص لمدة 3 أشهر إضافية على أن يكون 30 نوفمبر القادم هو آخر موعد لتلقي الطلبات. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط رغم تفاقم المخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تعطل الإنتاج في ليبيا وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام، في حين تراجع القلق من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ركود بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.21% ليسجل 78.97 دولاراً للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.21% ليسجل 74.23 دولاراً للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.14% لتسجل $2.28 للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 23% مسجلة $2.14 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كشفت مصادر في تحالف أوبك بلس أنه من المرجح أن يمضي التحالف في زيادة إنتاج النفط التدريجية المخطط لها اعتبارا من أكتوبر، ومن المقرر أن تزيد 8 دول أعضاء في أوبك بلس الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر في إطار خطة لبدء التراجع تدريجيا عن أحدث قرار بخفض الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، مع الاحتفاظ بعمليات خفض أخرى قيد التطبيق حتى نهاية عام 2025. تباين أداء سوقي الأسهم في الإمارات بنهاية التعاملات مع تراجع معنويات المستثمرين بسبب التوتر في المنطقة وانخفاض أسعار النفط وانخفاض مؤشر دبي 2%، بضغط من تراجع في أسهم الشركات المالية والعقارية التي تكبدت أكبر خسائر. في المقابل ربح مؤشر أبوظبي 0.6% بعد تراجعه في 4 جلسات متتالية.
نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى أميرة وسحر، إليكم. شكرا لك سارة نجيب.